الانفصال الجغرافي تمشي حكم فيدرالي كامل الدسم، عرفت علي؟ يعني انت الليله من الغرب انت حركاتك المسلحه دي كلها الليله ما عندها حاجه تحكمها، تمشوا هناك تشكلوا حكومه، تجيبوا فرد بيمسككم داخل المؤسسه، جبتوا زوركم اللي بتوافقوا عليه كلكم كاغنيم بتاع دارفور، خلاص ده عنده نسبه معينه الاغنيم ده بياخذها داخل الدوله، تاخذ حقك، ما في زول بيحرمك من حقك. لكن الكلام انه الناس ما حيتفقوا في بعض، انتوا عارفين براكم حركاتهم دي حركات غبليه بحته جدا، تجي تنخص عبد الواحد يجوك الفور، تجي تنخص مناوي يجوك زغاوه، تجي تنخص ما عارف ده يجوك مساليب، تجي تنخص ده يجوك ما عارف ارنقه، تجي تنخص ده يجوك ارنقه ارنقه، تعرفوا ارنقه؟ فكيتوه يا من راسهم يا شفوت يا ها؟ فكيتوه من راسهم يا زلمه، واي واي افصلوا يا جماعه، طيب نفصلوا لمنو يا جماعه؟ نفصلوا للفور ولا للزغاوه يا جماعه؟ ولا نفصلوا للمساليب يا جماعه؟ ولا البرقد ولا التنجر يا جماعه؟ لمنو يا جماعه؟ يا اخي الله ينال ابوكم، انتوا ذاتوا قال لكم اطلعوا 2019 لو المجير منو يا جماعه؟ اقسم بالله اننا ما عارفين، لو عارفين كان ما طلعنا. يا ربي يا ربي نعمل كيف يا الله. الله الله لا ظلاما بالعبيد يا ربنا، عبده ما بيظلمه يا اخي. ها فرعون فرعون نايم زي ده، ليش اقرب يا جماعه تحياتنا؟ فرعون نايم زي ده، بعدين شغله بتاع فرعون تتفرعنوا علينا انتوا يا كلاب. فرعون نايم زي ده قام من النوم، قام من النوم زي ده، لما الكبراء اللي حوالينه الملع اللي حوالينه الكبراء قال لهم تعالوا، قال لهم انا حلمت حلمه حلمه وسخه كله كله. اها يا فرعوني، قال له انا حلمت حلمه شفت نار طلعت من بيوت الاسرائيليين واكلت بيوت المصريين. قال له نار طلعت من بيوت الاسرائيليين واكلت بيوت المصريين؟ قال له ايه. قال لي انت عارف الرؤيه دي تفكيكه شنو؟ قال لي لا. قال لي في جنى بالطفل بلدو من بني اسرائيل بقضى على ملكك. لا اله الا الله رسول الله. يا جماعه ايش اللي هو كيف يا بني اسرائيل كميه قدر ده؟ انا عارف الطفل ده المره اللي بتلديه ده من ياتو مره بتلديه عشان يقضى على ملكي. الله يا جماعه ها مشكله طبعا صح؟ فكر فكره فكره لكن شيطانيه. قال للدايات طيب الغابلات، هاي الدايات الغابلات باللغتين عشان الناس تفهم، قال لهم تعالوا للدايات والغابلات، قال لهم تعالوا، قال لهم بني اسرائيل ديل اي مره تلدي فيهم ولد خبرونا عشان نقطع رقبته، البنات خلوهم، كانوا يعني يستحيون نسائهم ويقتلون الابناء. هنا الجنة ده ما بيبرو طبعا صح؟ قفل لها اي طرق ثانيه يبرو بين موسى. موسى جاء امه ولدته، معلش يا جماعه القصه امه ولدته، اي زول داير يقعد معانا في القصه ده يقعد معانا، والداير يتخرج كمان والله في انتهى اقل من اربع خمسه دقائق. امه ولدته وده الملك الموجودة في الخرطوم هسه يتقلع، ما في ملوك في الخرطوم، انتهى خلاص. زمان كل الحركات كل القوة خرطوم جوا، كل القوة خرطوم جوا، خرطوم انتهى ما في خرطوم تاني. فالمهم أمه ولدته ونزلته في الصندوق، عشان أختصر لكم القصة سري سري، والصندوق ده دفرته في الموية ومشى وين؟ وصل في بيت فرعون، ما القيفة بتاع فرعون لأنه بيته مع البحر. الخدم اللي بيشتغلوا مع فرعون جا شالوا الجنة، معروف طبعا لو هسه في جنة خواجي او في خواجية وديناها السودان ولدت جنة تقيلة من هنا من فرنسا وديناها ولدت جنة، ما معروف طبعا صح؟ معروف يا حوتا زول ده ما تعبي لنا. فالمهم عارفين ده من بني اسرائيل، ففرعون ده يقتله ربنا حماه. حماه كيف؟ فرعون ده بيقتل عديل بني اسرائيل لانه خايف انه في جنب الدوب بقضى على ملكه على حسب الرؤيه هاي الحلم بقى في النوم. الله حماه، الله حماه كيف؟ الله حماه بزوجة فرعون لانه كان بيحب ازواجه شديد، واحده منهم بيحبها اكثر من اللازم، عشان كده المره اللي انت بتحبها خلي المره تحبك انت ما تحبك، لو حب انت لو حبيتها تاكلها
حيتاكلها. هسي مرتي انا بتحبني انا ما انا نص نص كده يعني، انا بحبها 50-50% وهي 100% كده هاي كده حريه سلام وعداله. فالمهم مرته بيحبها شديد دي شفتها قال لي والله الجنة ده ياهو يا انا مش بني اسرائيل، هاي بني اسرائيل ولا بني بنتيخ، ياهو يا انا في البلد دي بس حريه سلام ياهو يا انا بس. قال لي خلاص خليناه، لكن الجنة ابا هم ابا يرضى ابا يمسك السدي، طيب ابا يمسك الشطر، طيب نديكم بالبلد الاثنين اها ابا يمسك. قال لي خلاص شوفوا لي النسوان الموجودين في القريه دي، شوفوا لي واحده في المدينه دي عشان تجي ترد الطفل ده. اي مره بيجيبوها ما بيرضى ما بيمسك الشطر. انا جايك در الرضاقه بالموضوع ده بعمر البشير والمجرمين دي ربنا زال ملكهم وبيحمي اتمام الملك ده الله بزوله بزوله بيقلعوا بيقلعوا لو انت ظالم. فخلاص اخته جات قال لها انا بعرف ناس مساكين كده او ناس على حسب ظروفهم فممكن يكفلوا لكم الشافعي ده. والبنية جاء ذات دي اخت لموسى ودار تجيب امها قال لا ادلكم على اهل بيت يكفلون لكم. فبعرف ناس مساكين كده بيحبوا الاجره وبتاع. لما جاء ابو ابو الشافعي زول شفته نبت، تعرف نبت مسك الشطر طوال الرضا قال له انت عندك علاقه مع الجنة ده واقع. قال لي ما جماعه هو ده طرفي منه ها ده طرفي منه قلت ادب وقاحه ويا فرعون ودار تعمل لي فيها راسك كبير انا الكلام ده ما. قال لي لا لا معلش معلش احنا اسفين وبتاع المهم تاخذ اجرتك وبتاع. قعدت معاهم سنتين حملتك وحنا على وحن وفصاله في امان. بعد السنتين شالت قروشها وربطتها واكلوا مجان سنتين كده في بيت فرعون وقدوا قدوا يا زول. وبعدين شوفوا موسى ده من بعيد كلام يا زول بقى مانع عمره زي 10 سنوات كده مرق الشارع لقى واحد مصري ردي كلب ابن كلب قاعد شكل الاسرائيلي قاعد شكل واحد اسرائيلي وبيضحكوا فوقه يا زول تمام بيضحكوا فوقه وبيستهزوا فوقه وبيدفروا فوقه وبيطلعمطوا وبيقلوا ادبهم. فهو كان شايل عكاز وجول قوي ماسك الركاز زي ده وقال له امسك ده يا ابن الكلب وداونا الله دغري ضربه قتله. قال لك وكس عليه موسى وقضى عليه وقال هذا من امر الشيطان وداو. القصه طويله بقطعها لكم طاق 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 وصينا لكم بين موسى جرى وفات لي بيقولوا انا ده اسمه منو يا اخي في ناس بيقولوا نبي لكن في ناس بيقولوا شيخ فات لي اذكروني يا جماعه اكتبوا لي الناس التهت وفات لي قال البنات الاثنين اسمه منو يا جماعه ذكروني الناس اللي حافظين القصه شعيب الله يديك العافيه ذكي فات لي بناته الاثنين بيشوا قاعدين طرف والربائيه جابوا البهايم وبنشل المويه فشعيب تحياتنا بنشل المويه فقال لي انتم مالكم قاعدين طرف؟ قال لي ابونا كبير وقاعد في البيت ونحن ما منهبني اتخلط مع الرجال يعني فقال لهم جيبوا الدلو يا دول سريع نتل المويه دول وكبل بحايم شربوا وقال لهم فضلوا فاتوا حكوا القصه. قال له لقينا زول اول حاجه عفيف وزول راجل وترجان يا زول وصفوه باوصاف حلوه ابوهم طوالي قال لهم شو نادوا الزول نادوا لما جاء قال لهم البنات قالوا ما تمشي ورانا عشان 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 تعين لينا مثلا لا لا امشي قدامنا ونحن نمشي وراك ونشيل الحجار ندالك كده لف يمين ندالك كده لف شمال نحن عفيفات تعين لينا بورانا يا زول وهمي ولا شنو يا زول. المهم ودوا البيت حكى القصه بتاعنا بقطع لكم القصه سريع سريع سريع. فقال له يا اخي دير ازوج لك من بناتي دير واحده لكن كمان الصداق وين الصداق؟ صداق قال له تسرح 8 سنين ولو تميتهم 10 كمان الاثنين دير من عندك ده الصداق عشان يسقي البهايم ويمشي الامور وبتاع ولو تميتهم 10 كمان الاثنين دير من عندك
وكده حقك ولا بغل ايا كان ولا حصان ودي مرتك وامشي لاهلك مع السلامه. بقى راجل بعد ده اتملت تب ماشي وروته مع المغارب ووصل في شجره مضويه. المهم هي شجره مضويه لكن هو شاف نار من بعيد. قال لي زوجة عقودي هنا انا شفت نار نمشي نلقى منها يمكن في زول يوصفنا على طريق ولا كده عشان ما نتوه. الا راجل راس امه قال لي امكسوا اني انست نارا لعلي اجيبكم منها بخبز او اجد على النار هدى. لما فات لقى شجره مضويه طرق كل مضويه وضو ثقيل. المهم ربنا كلم اسم موسى كلمه الله قال لي ما بتلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا اتوقع عليها اهش بها على غنمي وليه بها معارف اخرى. اهش بها يعني اي شجره بتاعت نمك ادقها كده بالعصايا وتتحتى والبهايم حقي ياكلوا. دي العصايا دي الغرض من العصايا دي. وكمان ليها بها معارف اخرى دبيب بطقه في راسه اقرب بلطشه كلب ابن كلب ابن حرام بدقه. فقال لي القيها عدها ارميها. لما لقاها تهتز كانها جان انقلب دبيب ولا مدبرا ولم يعقب جاء قال اقبل يا موسى لا يخاف لدي المرسلين خصها.